بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم متابعي قناة رياضيات أونلاين وصفحتي رياضيات أونلاين والخوارزمي على الفيسبوك. إن شاء الله النهاردة هنشرح كل اللي يخص الدالة الزوجية والفردية اللي هي even function والodd function. إن شاء الله بكل بساطة هنلم لك كل اللي تحتاجه عن الموضوع ده في الفيديو ده. ونبدأ أول حاجة نمهد، بيقول لي هنا سالب، هنمهد أول حاجة، بعد كده هناخد البيسس أو القاعدة، تاني حاجة هنشرح الدالة الزوجية والفردية عن طريق الجبر، وبآخر حاجة هنشرح الدالة الزوجية والفردية عن طريق الهندسة. نبدأ بالتمهيد. التمهيد هنا مستر بيقول لي سالب 3 الباور مرفوعة للباور 2. ركز هنا يا شباب، الاثنين دي فوق السالب وفوق الثلاثة، بالتالي عارف يعني ايه سالب 3 أس 2؟ يعني السالب 3 انضربت في نفسها مرتين، يعني سالب 3 في سالب 3، سالب في سالب بموجب 3 ب 3، 3 في 3 ب 9، يبقى ناتج العملية دي 9. لكن لو جينا هنا يا شباب ركز، هنا الثلاثة فوق السالب برضو فوق مين؟ وفوق الثلاثة، لأن توجد براكتس، وبالتالي عارف يعني ايه سالب 3 أس 3؟ يعني السالب 3 هتنضرب في نفسها كم مرة؟ 3 مرات في سالب 3. سالب في سالب بموجب، موجب في سالب النتيجة سالب، 3 في 3 ب 9، 9 في 3 ب 27، النتيجة سالب 27. وبالتالي يا مستر ركز هنا، لو جينا نبصوا هنا هنلاقوا ان الباور هنا عدد even number، يعني عدد زوجي، بالتالي السالب ده كأن مش موجود اصلا، النتيجة طلعت ايه؟ موجب. لكن هنا يا مستر الباور بتاع البراكتس هنا عبارة عن odd number، وبالتالي علشان odd number يبقى هننزل السالب قدام مين؟ قدام النمبر بعد ما نجيب له التكعيب. بالتالي نقدر نطلع بقاعدة مهمة جدا 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 بتعتمد عليها الشرح بتاع الدالة الزوجية والفردية، ان لما يكون عندي نمبر داخل البراكتس مرفوع للباور even number، يعني الباور بتاعه بيكون even number يعني عدد زوجي، يبقى السالب ده كأنه مش موجود، عاوز تشيله شيله، ملش اي قيمة، تمام؟ فلازم تشيل السالب. اما اذا كان الباور بتاع البراكتس odd يعني عدد فردي، بالتالي اتنزل السالب كما هو. ركز هنا، ارجع هنا، even number عدد زوجي، بالتالي السالب ده هنشيله كأنه مش موجود، 3 تربيع ب 9. اما هنا الباور بتاع البراكتس هنا عدد odd number، بالتالي هننزل السالب زي ما هو ونجيب 3 تكعيب ب 27. طيب نخش على شرط الدالة الزوجية والدالة الفردية. انا لو عندي دالة اسميها f of x، اي دالة في الدنيا اسميها f of x، متى نقول للدالة دي انها عبارة عن even function او دالة زوجية؟ قال لي لو جبت الاف في سالب x، جبت الاف في سالب x طلعت هي الدالة الاصلية f of x. طب متى نقول للدالة دي انها odd function او دالة فردية؟ قال لي نفس الكلام، لو جبت الاف في سالب اكس وطلعت عبارة بتساوي عن سالب مضروب في الدالة الاصلية، يبقى دي نقدر نقول عليها odd function او دالة ايه؟ فردية. طب تعالى مستر ناخده example علشان نفهم الشرح. قال لي هنا شوف لي الدالة دي f of x equals x square، شوف لي الدالة دي اللي اسميها x f of x بتساوي x تربيع، شوفها ليه زوجية ولا فردية. يلا نطبق الشرط مع بعض، هنجيب طبعا ال f of سالب x. ركز هنا يا شباب، انا شلت الاكس اللي هنا حطيت مكانها ايه؟ سالب اكس، يبقى نيجي للطرف الثاني نشيل الاكس، كل ما تجابنه نحط سالب اكس، يبقى سالب اكس الكل تربيع. ركز هنا يا شباب، نرجع للقاعده بتاعتنا ان الباور لما يكون ايفن نمبر يبقى السالب ده كان ايه؟ مش موجود، لان الباور هنا ايه؟ عدد زوجي او ايفن نمبر، بالتالي هيساوي اكس تربيع. ركز هنا، الاف في سالب اكس عطتني الاف في اكس نفسها، دي بتساوي الاوف اوف اكس نفسها اللي هي اكس تربيع اهي، يبقى طلعت عندي يا مستر الاوف اوف سالب اكس عطتني الداله الاصليه نفسها، يبقى دي الداله دي ايفن ايه؟ ايفن فانكشن، داله زوجيه. طب تعالى ناخده مثال كمان، بيقول لي اوف اوف اكس ايكوالز اكس تكعيب، شوف لي الداله دي زوجيه ولا فرديه، يبقى هنطبق الاختبار، هنجيب اوف اوف سالب اكس، دي بتساوي يا مستر اوف في سالب اكس، ركز انا شلت الاكس دي وحطيت مكانها ايه؟ سالب اكس، يبقى هروح للطرف الثاني هشيل كل ما اكس اتجابنه ونحط سالب اكس لكل تكعيب. ركز الباور هنا بتاع البراكتس odd
نمبر عدد فرد، بالتالي هننزل السالب من قدام زي ما هو، لما يكون اود السالب ينزل زي ما هو والاكس تكعيب تنزل زي ما هي. بالتالي يا مستر اوف اوف سالب اكس عطتني نفس الداله اللي هي اسمها اوف اوف اكس باكس تكعيب بس مضروبه في ايه؟ في سالب، يبقى دي ساوى سالب اوف اوف ايه؟ سالب اوف اف اكس. بالتالي الداله دي عباره عن اود ايه؟ اود فانكشن، داله فرديه. طب ناخده مثال كمان علشان نتدرب اكتر. هنا بيقول لي شوف لي الداله دي فرديه ولا زوجيه، هنطبق الاختبار، هنجيب اوف اوف سالب اكس. اوف اوف ايه؟ اوف سالب اكس. ركز، انا شلت الاكس دي حطيت مكانها ايه؟ سالب اكس. يبقى هاجي للطرف الثاني، كل ما اكس تجابلني هشيلها واحط سالب ايه؟ سالب اكس. ركز هنا، الباور بتاع البراكتس هنا ايه؟ اود نمبر، يعني عدد فرد، بالتالي السالب ينزل قدام الاكس زي ما هو كده، تمام؟ تدينا سالب اكس. ركز هنا، اوف اوف سالب اكس عطتني سالب مضروب في الداله الاصليه، مضروب في الاكس، الداله الاصليه اسمها اكس، يبقى دي هتساوي سالب اوف اف اكس، يبقى الداله دي عباره عن اود ايه؟ اود فانكشن، داله فرديه. طب ناخده كمان مثال عشان نتدرب اكتر. بيقول لي اوف اوف اكس بتساوي اكس اس 4، شوف لي الداله دي زوجيه ولا فرديه. هنطبق الاختبار، هنجيب اوف اف سالب اكس، هنشيل، ركز، انا شلت الاكس دي حطيت مكانها ايه؟ سالب اكس. يبقى هروح للطرف الثاني، كل ما تقابلني اكس اشيلها واحط سالب ايه؟ اكس اس 4. ركز هنا، الباور بتاع البراكتس ايه؟ عدد زوجي، يبقى بالتالي السالب ده كانه مش موجود اصلا، يبقى دي هتساوي اكس اس 4. ركز هنا، اوف اوف سالب اكس عطتني اكس ايه؟ اس 4 اللي هي اوف اوف اكس الداله الاصليه، يبقى دي هتساوي اوف اف اكس الاصل، يبقى الداله دي ايه؟ ايفن فانكشن، داله زوجيه. ناخده كمان مثال عشان نتدرب اكتر والفكره تثبت. بيقول لي فور اكزامبل، على سبيل المثال، اوف اوف اكس بتساوي اكس تربيع بلس ايه؟ بلس 1. بيقول لك شوف لي الداله دي زوجيه ولا فرديه، هنطبق الاختبار، هنجيب اوف اف سالب اكس. ركز، انا شلت الاكس وحطيت مكانها سالب اكس، يبقى هروح للطرف ده، كل ما اكس تجابلني اشيلها احط سالب اكس، اكس تربيع هبقى سالب اكس لكل تربيع بلس 1. طيب الباور بتاع البراكتس زوجي، يبقى هنشيل السالب ده كانه مش موجود، يبقى هتدينا اكس تربيع بلس ايه؟ بلس 1 اللي هي نفسها الداله الاصليه، يبقى دي هتساوي اوف اف اكس الداله الاصليه. يبقى عندنا اوف اوف سالب اكس عطتني نفس الداله الاصليه اوف اوف اكس، يبقى دي داله ايفن فانكشن، داله ايه؟ زوجيه. طب تعالى ناخده اكزامبل كمان. بيقول لي اوف اوف اكس بتساوي اكس بلس 1، هنطبق الاختبار، هنجيب اوف اف سالب اكس، هنشيل كل اكس ونحط سالب اكس، تبقى سالب اكس اس 1 بلس 1. اس بتاع البراكتس، الباور بتاع البراكتس اود نمبر، بالتالي السالب هينزل قدام الاكس مباشره، تبقى سالب اكس بلس 1. هناخد سالب عامل مشترك، افتح قوس اوبن براكتس، طالما اخدت السالب عامل مشترك يعني هيغير كل اشارات ايه؟ المقدار، يبقى ناقص 1. ركز هنا، لما جبنا اوف اوف اكس طلعت سالب بس مش في الداله الاصليه، بالتالي دي ليست زوجيه وليست فرديه. طيب ازاي نعرف الداله زوجيه ولا فرديه؟ عن طريق الرسم، عن طريق الهندسه. قال لي ركز معايا، قال لي الداله الزوجيه بتتماثل حول محور الصادات. يعني ايه بتتماثل حول محور الصادات؟ يعني محور الصادات يقسمها نصين، يقسمها محور مين؟ الصادات. اما الداله الفرديه قال لي بتتماثل حول نقطه الاصل، يعني نقطه الاصل هتقسمها. طيب تعال نشوف امثله وتعال نعرف وين الداله الزوجيه وين الداله الفرديه. قال لي شرط الداله الزوجيه اني لو انا خدت نقطه اسمها اكس وواي، النقطه دي اسمها اكس وواي، ده شرط الداله الزوجيه. لو انا اخترت نقطه على المنحنى اسمها اكس وواي، لازم القلها نقطه اسمها سالب اكس وواي علشان اقول ان داله ايه؟ زوجيه. طب مثلا لو خدت النقطه دي اسمها اكس وواي، جيت من الناحية التانية للرسمة، رحت واخد نفس النقطة اللي اسمها سالب اكس وواي، ورحت موصل النقطتين ببعض، هيقطعوا لي محور الصادات، وبالتالي الدالة دي هتكون ايه؟ زوجية، اللي هي ايفن فانكشن. يبقى اذا الدالة دي ايه؟ زوجية. اما الدالة الفردية شرطها ايه؟ ان انا لو خدت نقطة اسميها اكس وواي، لازم الناحية التانية من الرسمة اخد نقطة اسميها سالب اكس وسالب واي.
قال لي لو وصلت النقطتين دول ببعض هيمروا بنقطة الأصل. For example، على سبيل المثال، لو خدنا النقطة دي اسمها X وY، جينا من الناحية التانية أو من اليمة التانية للرسمة وخدنا نفس النقطة اسمها سالب X وسالب Y، رحنا وصلنا النقطتين دول ببعض، هنلاحظ ان النقطتين دول هيمروا بنقطة مين؟ الأصل. اذا الدالة دي بنقول عليها عبارة عن odd function، دالة ايه؟ فردية. يبقى الدالة دي دالة ايه؟ فردية. For example، علشان نتدرب اكتر، عندي الدالة دي بيقف في X بتساوي X، بيقول لي شوفها ليه فردية ولا زوجية، هنختار اي نقطة اسمها X و Y. لاحظ ان احنا لقينا نفس النقطة اسمها سالب X وسالب Y، وصلنا النقطتين ببعض كده لقيناهم يمر بنقطة الأصل. اذا الدالة دي احكم عليها ان دالة ايه؟ odd function، دالة فردية، لانها مرت بنقطة مين؟ الأصل، او نقطة الأصل قسمتها. طيب ناخده فور اكزامبل كمان، عندي الرسمة اللي قدامي دي بيقول لي شوف لي الدالة دي زوجية ولا فردية. طبعا الدالة دي لا زوجية ولا فردية. ليه يا مستر؟ لان النقطة دي لا هي قاسمها محور الصادات ولا السينات. يعني لو خدنا النقطة اللي اسمها 1 و2، علشان تكون فردية النقطة 1 و2 لازم الالها سالب 1 وسالب 2. فلو جينا عند السالب 1 هننزل تحت سالب 2، النقطة دي موجوداش على الرسمة، بالتالي مش فردية. طب لو عشان تكون زوجية لازم ال x وال y الالها سالب x ومين؟ و y. يبقى سالب 1 و2، ادي لك سالب 1 واطلع سالب 2 هنا. ركز، النقطة دي ما جاياش على الرسمة، يبقى إذا الدالة دي لا زوجية ولا فردية. وده كان شرح الدالة الزوجية والفردية بجميع تفاصيلها. ما تنساش أهم حاجة، هسيب لك رابط القناة لو أنت عاوز تتابع فيديوهاتنا في الرياضيات. في أول تعليق ما تنساش تنزل تشترك في القناة، وأهم حاجة علشان أضمن أننا توصلك فيديوهاتي كاملة تفعل زر الجرس. وفي النهاية كان معكم أستاذ عماد يسري من قناة رياضيات أونلاين وصفحتي رياضيات أونلاين والخوارزمي على الفيسبوك. دمتم آمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.